أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة حرص الوزارة على وجود بصمة واضحة للعاملين بالإدارة المحلية لتنفيذ مبادرة حياة كريمة وإعداد كوادر محلية تليق بالجمهورية الجديدة. وفي بيان قال أمنة إن الخطة التدريبية للعام المالي الحالي والتي بدأت هذا الأسبوع بمركز سقارة للتدريب ستواصل تدريب رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، موضحا أن الدورة تستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال آليات التغيير وإدارة الموارد الذاتية.